حياكم الله. إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ 54 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و79 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.75 دولارات سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع أيضا بلغ 54 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و84 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.15 دولارات سنتا. هذا وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 75 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و99 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.92 دولارات سنتا. هذا وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بمقدار 49 سنتا ليصل إلى 80 دولارا و58 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.51 دولارا سنتا. أعلنت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بلغ أكثر من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكرت المؤسسة أن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق انخفض بنسبة 2.6% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما انخفض بمقدار 14.85% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي أيضا. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالية. وذكر بيان للهيئة أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط 4 حاويات من حجم 40 قدما تحتوي دراجة نارية وهوائية مستعملة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد لمصر بما يعادل نحو 616 مليون دولار أمريكي. القرض العربي الجديد يأتي لمصر بغرض توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري بحسب بيان أصدره الصندوق العربي. يذكر أن مصر باتت تحتل المركز الأول عربيا والثاني عالميا من حيث قيمة الديون المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي. وفي خبرنا الأخير، سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر حزيران الماضي، الأمر الذي قد يعجل بإنهاء مجلس الاحتياط الفيدرالي لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعدما زاد بنسبة 0.1 في شهر أيار. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال عام واحد بنسبة 3%. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.